انت بعدي عنا. تكية انت منيحة؟ روح يا الله دخيلك، روح بسرعة. لا تلبسية، جيبوا سيارة الإسعاف. يا ربي دخيلك، حدا يتصل بالإسعاف. سمرة، حدا يتصل فيها. يا دكتور، هاي مرتي هون. الله يخليك افحصها وطمني. لا مبينة منيحة، وهي الشباب عاملين اللازم، ما فيها شيء. بس مرتي حامل وبدي اطمن على وضع ابني لو سمحت. كيف وضعه؟ ما في شيء بيخوف دكتور، الجرح بسيط وهي نحن عم نعقمه. بس ما فحصوا للجنين لانها خافت ووقعت على الارض، والوقعه كانت قويه على بطنها. مو مشكله، هلا بنفحصها بنطمن على الطفل. بس بشو حاسه؟ ايدي كثير عم توجعني. مو مشكلة، هذا الشيء طبيعي، هلأ بنعطيك دواء مسكن. بس هي ما فيها تشرب دواء وهي حامل. هي شغلتنا، لا تتدخل. دكتور في حادث سير. خبروا سلمى خانم، يلا خلصوا وفحصوها فحص كامل. حاضر دكتور. عم توجعني. يلا خلصنا، خليها هيك لجيب رباط تاني وثبت لك ياها منيح. كثير موجوعة؟ ها؟ أنا جنبك حبيبتي. كتير موجوعة. يا أنسة، يا أنسة، بعد شوي رح تجي شرطة المستشفى مشان تأخذ إفادتك. خليها تجي، خليها. اسمعي شو رح تقولي له، لحتى ما تبهد لي أبوكي أكتر من هيك. أخي الصغير قوصني بالمسدس بدون قصده. لك انت شو عم بتقولوا لك؟ ليكي، اياك تفكري انك تشتكي على ابوكي وتدخلي السجن، والله بتبحك. شو صار؟ مو من شوي كنتوا خايفين؟ ها؟ وعم ترجفوا من الرعبة كمان؟ ولا شفتوا جرحة بسيط ما بقى يهمكن؟ ليكي ولي، يا ويلك اذا بتقولي غير هذا الكلام اللي قلته. اطمن انا اللي بدي اقول، بدي احكي للشرطة كل شي صار، وراح اقول لابوها كان رح يقتله. خجلتيني، وابوكي رح يجن من عملتك الوسخه. الله ينتقم منك على اللي عملتيه فينا. لك وطيتي راسنا بين العالم. اطلعوا لبرا. وهلا اطلعوا لبرا احسن ما اخلي الشرطه هي تطالعكم. طلعوا من هون. مهند، بس انا ابي ضابط متقاعد بالشرطه، عم تفهم؟ ورئيس شعبي كمان. ليكو، ادعوا لربكم ابني ما يصير له شيء، لانه اذا بعرف اني ممكن افقده وقتها ما بيهمني لا ضابط ولا رئيس شعبي. ولك انت عارفان حالك مع مين عم تحكيه؟ ما بيهمني. انت مين مفكر حالك؟ عارف ومو هاممني. شو بدك فيه؟ لا تتخانق معه، امشي معي. الله كبير عليهم هن اثنين على اللي عملوه فينا. رح اعتبر كان عندي بنت وماتت. لا تبكي. شفت يا مهند، هذا اللي كنت خايفة منه. انا جنبك، لا تخافي، طوصتي كرمالي. هنن كانوا بدهم يقتلوني إلي مو إليك، ولهيك انتي عرضتي حياتك للخطر. ولا يهمك، خلص لا تبكي، رح احميكي إليك ولابني لآخر أمري. وطفلنا ما حيصير له شيء، بعد شوي بيجي بيفحصوكي ومنتأكد. بس انتي قيتي شوي لبين ما يجي الدكتور ويطمنا. مهند يا عيوني، خلاص لا تبكي. حاجة تعزمني مهند، أنا ماني حامل. كيف؟
الطفل اللي ببطني نزلته قبل ما نكتب كتابنا. يعني انت ضحكتي علي؟ ليش كذبتي علي؟ معافي الدكتور قالنا فينا ناخذ افادتي. بصراحة أنا كنت مقرر أعمل الماجستير برات البلد، بس هلأ ماني حابب ضيع الوقت. عم فكر ساوي الماجستير هون، والسبب هو إنه بدي نفذ مشاريعي واختصر الوقت على حالي. قصدك مشاريعنا؟ إيه. بس لحتى نخلص من هم الجامعة رح نبلش بالشغل دغري. شو بدكن تعملوا؟ هلأ ما في شي محدد. لنشوف بكرة شو رح تبدي، لأنه كتير خيالك خصب وبتحلقي بأحلامك. حلو إنه الواحد يحقق أحلامه، بس لازم يضل واقعي، وأهم شيء الإرادة والثقة بالنفس تكون موجودة، لأنه هاد هو سر النجاح. طبعاً الثقة بالنفس كتير مهمة، بس كمان هي ممكن تورط بنفس الوقت، مو هيك؟ لأنه المشاعر هي اللي بتسيطر عليكم بهاد العمر. على طول أوهام الحب وانفعالاته بتوحي بالقوة، بعدين كل شي نظري بيكون سهل بالأول، بس بدك تعرف نفسه، لأنه تنفيذ أي مشروع بيخلي الواحد يضطر إنه يواجه الواقع، ومواجهة الواقع بتحمل كتير مخاطر. لهيك بتلاقي اللي بيحلم كتير بيفشل من أول خطوة، وخاصة إذا ما كان عنده تجربة سابقة. هذا اللي بيسيبكن أنتو الشباب. لحق معك، هاي الشغلات اللي قلتيها بتنطبع على الشباب يلي من عمري، بس أنا عندي إرادة صلبة لأنه بعرف إمكانياتي وثقتي نابعة من قوتي. برافو مدامك مصر، بس الخوف يكون كلامك مجرد حكي. طالما واثق بحالك لهي الدرجة، بدي إثبات على الشيء اللي أنت عم تقوله لك. قنعني فيه. أنتوا اتنيناتكن فيكن تبدوا مشروع، وخلوني أشوفكن من وين رح تبلشوا. أي مشروع؟ طبعاً بدون ما تاخدوا دعم من حدا. انتوا موافقين مو؟ رح تبدوا من الصفر، وما رح اسمح لكم تاخدوا مصاري من حدا. بس لا تنسوا انه مستحيل ينجح اي شيء بدون مصاري. وارجوني شو رح تساوي. موافق. تعرف مؤيد؟ حاسة كأنه في تحدي لحتى نثبت لهم أنه نحن رح ننجح. قلت لك ما كنت حابة أشوف مؤيد، لأنه الواحد بيقدم حاله للناس من خلال إنجازاته. أنا متأكدة أنه أنت بتوافقني بهالموضوع. صح طبعا. قدم لنا نفسك، هاي فرصتك. وإمتى رح تبلش المسابقة بكرة؟ الساعة 9. أعضاء الإدارة حابين يشوفوكي ويقعدوا معك ليهنوا حضرتك بالسلامة. بظن على 10 بتبلش المسابقة. حلو، خلينا نشوف لكان مين رح يجي يحضر بكرة من رفقاتنا القدامى. والله أنت غريبة يا جميلة، كيف قاعدة مو مهتمة لرفيقتك؟ دقي لها التليفون. أي رفيقة؟ لك زينب. هي رفيقتك ولا رفيقتي؟ هلأ الله أعلم شو عم تفكر فينا. يعني شو بدها تكون عم تفكر برأيك أمي؟ مهند ما لقيت له للزلمة اللي عم يلحقك غير بنص الشارع؟ لا، وبعد ما ضربه قلتي له انه هاد بيكون ابوكي. مهند رفيقك وما بيعرف انه هاد ابوكي، غير لحتى ضربه بوكس للزلمة ورحت قلتي له انت. ما شاء الله. لك ما حسبتي زينب شو رح تفكر؟ ابصر شو عم بدور براسه افكار شروي غروي هلا. بكره مدري الناس شو رح تحكي علينا. وانت مين قصدك بهدول الناس؟ ابوها مثلا، بتعرفهم.